بالنسبة للفورم طلاب راح أروح مباشرة إلى كابشن نمسح هذا وش راح نكتب البرنامج الترحيبي. مباشرة وين ظهر؟ هنا اللي أنت هذا اللي كتبته، هاي رقم واحد خلصنا من عنده. بالنسبة للتكست من أضغط عليه رأسا تحولنا هسه إلى التكست، وأشوفوا التكست ما بي كابشن، ما بي كابشن، وإنما هو نفس التكست. نوخر هاي الكلمة فهنا صار فارغ، لأن هذا المكان اللي راح أظهر به يعني الوقت والتاريخ إلى آخره. هسه وين أروح؟ إلى كوماند 1. كوماند 1 بي كابشن، أمسح كلمة الكابشن وراح أخلي مثلا كلمة الوقت. هسه نروح وين؟ على كوماند 2 نفس الحالة، راح نمسحها وش راح نكتب؟ هنا التاريخ. كوماند 3 اللي هو هنا يمثل لي يعني الترحيب، لنكتب هنا كلمة الترحيب. للفور اللي هو المسح، اللي هو مسح التكست، فلهذا اكتب هنا مسح، وبالنسبة لهنا راح اكتب خروج. اوكي، هسه انا كملت التصميم، هذا هو التصميم خلاص. هسه ايش راح اسوي؟ راح ابدي بكتابة الكود، فلهذا لازم ادخل على كل كوماند من هؤلاء ودخل الكود الخاص بي. فراح نبدي بمن؟ بالكوماند الاول من خلال دبل كليك. دخلنا مباشرة هسه هنا انا بالنسبة لهنا وين حنخرج؟ حنخرج بالتكست. فإذا من أجي أكتب مكان التخريج بالبداية والرقم الصحيح مالته. أنا إيش كان تكست عندي؟ عندي فقط واحد، فبالتالي تكست 1.text تكست 1.text شو راح يساوي لي بالنسبة للأول؟ لأن هذا ظهر الوقت تايم. هذا خلصنا الأول. أضغط ها هنا حتى ارجع للاصليه، وش راح اقول له؟ دبل كليك، راح ينطيني هسه الكوماند 2. بهذا الكوماند مفروض اني التاريخ، فلهذا ايضا وين حيتخرج؟ حيتخرج بالتكست، فلهذا حقول له تكست 1.text. ايضا شو يساوي لنا هنا طلاب؟ ايش؟ التاريخ. اوكي، طبعا اكو طريقه اخرى، افضل ما اروح اضغط هنا، طبعا يعني احنا هسه نتعلم شغله، افضل ما اضغط هنا وارجع على الثالث، طريقه اسهل وابسط. اوكي، شلون؟ بحس كانه انا بعدني بالثاني هنا من دخلت، راسا اروح على الكائنات، على الصندوق اللي يحتوي على الكائنات، بالضغط ها هنا راح تظهر لي جميع الكائنات اللي موجوده مثل ما قلنا على الفورم. هسه انا وين؟ بالثالث، فاذا اضغط على الكوماند 3 مباشره رجع ظهر لي كوماند 3. وهنا ايش راح نصير؟ حنخلي مثلا ايضا تكست دوت، طبعا اسف، تكست 1.text. اوكي، شو يساوي لي؟ شوفوا طلاب، انا هنا حسوي خطا، فتشي خطا حتى تعرفون من ابدي انفذ. انا مثلا حكتب له هلا. اوكي، هسه من حكتب له، اوكي كتبت له هسه هذا مشي الحال، بس هو خطا، بعد شويه حفهمكم شنو الخطا. لان هسه حد لان هنا لو تنتبهون حال البقيه تايم داتا كلمه عاديه بسيطه. المهم نكمل، نجي هنا هسه شو احتاج؟ كوماند، الكوماند رقم 4. هذا الشيء مثل اللي هنا الكوماند هو عباره عن انه مسح المحتويات الموجوده بالتكست. بعد شلون حكيت بطلاب؟ هنا راح اقول له ايضا تكست 1.text. شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 2 كوتيشن. هذا معناته انه امسح، هذا هو معناته ايش؟ انه امسح. نجي هسه على اخر واحد، اخر واحد اللي هو ايش؟ اند. هنا الاند انا ما راح احتاج اكتب له
text1.text يساوي ان end، لان انا اريد من الفورم بس الضغط عليه راح يخرج، فلهذا كبرنامج ككل، فلهذا انا ايش راح اقول له هنا؟ حقول له end. اوكي خلينا نجي نطبق ونشوف هل يا ترى حيصير عندي خطا. عند الضغط على كلمه الوقت مباشره ظهر الوقت ها هنا، عند الضغط على التاريخ ظهر الوقت مال اليوم، عند الضغط على الترحيب لم يظهر شيء، لم يظهر شيء. اذا ها هنا اكو خطا، بس اوكي هسه بعدين نصحح الخطا. فاذا نرجع على التاريخ، المسح المفروض من اضغط على كلمه المسح راح يمسح التاريخ. اوكي مسحها خروج، حلو. اذا انا عندي بس مكان واحد خطا، شنو هو هذا المكان طلاب؟ هنا عندي خطا طلاب. احنا تعمدنا الخطا مثل ما قلنا حتى تنفهم شغله طلاب الاعزاء، هذا التايم التاريخ وغيرها اكو تعابير هاي خاصه موجوده وين؟ مخزونه في برنامج الفيجوال بيسك، فهو يتعرف عليها. من تقول له تايم تقول له وقت، هو راسا افتهم انه انت تريد وقت، ما يحتاج تخلي له تو كوتيشن. كلمه تو كوتيشن معناته انت مثل ما سخليت كلمه الهلو، معناته هاي الكلمه شيلها انسخها فقط بالمكان اللي انا قلت لك عليه. هنا تو كوتيشن معناتها فقط اخذ هذه الكلمه وانسخها هنا، اخذ هاي الكلمه وايش وانسخها هنا. يعني اذا هسه انا خليت هذا التايم بين تو كوتيشن وقلت له تعال نفذ انطيني، بعدها انا شو انطاني؟ كلمه تايم. لان تو كوتيشن ايش تقصد؟ تقصد انه العباره الموجوده ما بين هذا التو كوتيشن خليه الي بالمكان اللي اقول لك خرجه الي. هنا نسى انه كلمه التايم هي مبرمجه وين؟ في داخل الفيجوال بيسك اللي هي الوقت. من اجي على التاريخ طبيعي اوكي يطلع لي التاريخ، هنا سبع الترحيب رجع طلع لي اللي هو الهلا، وهنا المسح اوكي ما عندي مشكل، وهنا فلهذا الطلاب لازم لازم ننتبه على شغلات بنيجي نكتبها والى اخره، لازم نرتب شلون نكتبها وشلون نرتبها. اوكي طلاب طبعا هذا التنفيذ اكيد الدرجه عليا والى اخره. قبل ما نشرح المثال الأخير أيضا أكو شغلة أريد نوضحها لكم، شوف هذا هذا السؤال، شوفوا هنا حسب هسه التصميم الموجود أمامكم هو شي يريد يقول لك أوكي باستخدام هسه هذا هو التايمر، هنا أريدك تظهر لي الوقت وهنا مثلا تظهر لي التاريخ، وهذا ايش؟ هذا هو عباره عن كوماند لشنو؟ للغلق البرنامج. خلينا نفوت على البرمجه مالته ونشوف. شوفوا من فتت على البرمجه طبعا البرمجه وين موجوده؟ موجوده بالتايمر. ليش بالتايمر؟ لان انا الحدث اللي مسويه هو التايمر على مود يبقى عمليه ظهور الوقت وظهور الـ يعني ظهور الوقت طوال يعني تحريك الثواني طوال الوقت ما يوقف. شوفوا انتبهوا على شغلة، شوفوا هنا أنا من كتبت التايم وكتبت أيضا التاريخ ديت، شو نلاحظ؟ صيغة الكود تختلف، صيغة الكود تختلف. أوكي خلي ننفذ وننتبه شلون راح يكون الكود طلاب، انتبهوا وياي. شوفوا الوقت ظهر بهاي الصيغة، أوكي شوفوا الوقت شلون ظهر، انتبهوا عليه ما به ثواني، وهذا إيش؟ ظهر بهذا الصيغه. حقول له اوكي غلط، حغير حسويها بالطبيعيه هاي قبل شويه اللي سويتها بين قوسين، يعني هنا كلمه تايم هنا ديت اوكي، هسه حقول له نفذ بس انتبهوا ضعوا شوفوا شلون تغير. هنا الوقت صار يختلف، صار حاله حال الوقت اللي دا يظهر وين؟ الساعة مال الحاسبة طبعا ويا الاي ام والثواني، وهنا أنا ايضا اللي هو الوقت ايضا التاريخ اسف اتغير. هذا سؤال لكم، شنو الفرق ما بين هاي الحالتين؟ من يقدر يفسر لي اللي صار؟ يعني شوفونا بالانترنت
اللي عنده حاسبة خلي يطبق ويشوف وإلى آخره. مثالنا الأخير اللي هو مستعرض الصور. طلاب، ننتبه على هذا المثال. طبعا هذا المثال هو شبيه باللي هسه دا يصير بالحاسبة اللي هسه راح أسويه. بشكل عام انت هاي الحاسبة من تريد مثلا توصل الملفات موجودة مثلا بارتيشن اخر، ان كان الاي او كان الدي او الاس او الاف، الى حسب البارتيشنات الموجودة لك. فوين راح تروح؟ ذس بي سي، راح تظهر لك البارتيشنات الموجودة بهاي الحاسبة، ومن ثم ايش راح تقول له؟ حتقول له اوكي الاس دي كارد، راح تظهر لك مجموعة هنا المعروف ايش حتى توصل الى المحاضرات. ف هذا الصيغة اللي هسه سوا، حنسوي نفس هاي الصيغة كبرنامج، حنسوي نفس هاي الصيغة كبرنامج ونطبقها. حتى نحتاج نسوي مثل هكذا برنامج راح نحتاج ثلاث أدوات. شنو هي هاي الأدوات الثلاثة؟ ما هي هذه الأدوات الثلاثة؟ طلاب احنا هاي نسميها مربعات سرد محركات الاقراص والدلائل والملفات. هذا هو الاول اللي هو يبين لنا البارتيشنات الموجوده بالحاسبه. طبعا هسه من اجي اضغط عليه كل شيء ماكو، ما ينطيني، فقط يعني كانه رسم. اوكي، هذا الثاني دايركت ليست، تشوفون كانه الملفات الموجوده بالسي ليظهر لي، وهذا الأخير كفايلات، هذا حيظهر لي ما موجود. أوكي، هاي شو المعنات طلاب؟ هذولا هي مربعات سرد محركات الأقراص والتي تتيح لك رؤية محركات الأقراص الموجودة وين؟ في الكمبيوتر. ومربعات سرد الدلائل التي تتيح لك التنقل بين المجلدات الموجودة وين؟ في محرك الأقراص المعين اللي انت فتحته. ومربعات سرد الملفات هذه تتيح لك انتقاء ملف معين موجود في مجلد. اوكي، هسا احنا من جينا سوينا هسا هذا التصميم، هذا هو التصميم الموجود به. هسا اوكي، هسا اني اريد اكتب الكود. أنا هسه أجي أريد أكتب الكود الخاص بي. هسه هذا هو التصميم سويناه هنا. هسه أجي أريد أكتب الكود. مثل ما قلنا حروح على هنا، طبعا الكود لازم ينكتب في واحد واحد. ليش؟ لأن كل كائن راح ينفذ عملية معينة، وهاي العمليات وحدة تكمل الأخرى. يعني أنا ما راح أكتب في كائن معين وراح يسوي البرنامج ككل، لا، هنا كل كائن من هذه الكائنات الثلاثة حينكتب به كود. فروح على الأول، الأول اللي هو إيش؟ direct1.path. هذا كأنه يقول لي إنه أنا محرك القرص اللي هو درايف، وأعود درايف تو درايف، drive1.drive. هذا شيء يمثل لي محرك الأقراص. هذا محرك الأقراص الموجود امامكم، باعوا حتى مالته الحدث، باعوا هنا درايف 1 تشينج، راح يتغير لدرايف حسب اللي انت تحتاجه. هذا الدرايف ويا من راح يرتبط؟ راح يرتبط ويا ما يعرف الفايل 1.path. فايل 1.path راح ياخذ مالته الامتداد، ومن ثم انا ايش راح اقول له؟ اذهب الى الفايل المعين اللي هو موجود في مكان ما في الحاسبه، واللي من الممكن انه يكون اسمه كي. طبعا هنا تقدر انت هو سيلكت فايل، يعني انت حسب التسميه تعطي غير تسميه او حتى تبقي كلمه سيلكت فايل. فهنا الفايل دوت يساوي لنا الفايل دوت باث مقسوما الى فايل الى نيم الى اخره، فينطيك الايمج. طبعا هنا شلون صاير فايل دوت باث اند ربط ويا منو؟ طبعا هنا هسه هاي علامات الربط، ربط ويا فايل 1.فايل نيم، يعني انه هذا فايل موجود في فايل. طبعا هنا كلها اسماء عامه،
ليش؟ لأن أنت راح تروح لأسماء مختلفة، فبالتالي خما أنت حتعطي اسم معين كأنه بدك تروح بس على فايل واحد. أنت جد تدور على image one dot picture حتى يتحملها كimage load picture اللي اسمها إيش؟ هي. فلنفرض هسا أنا أريد أقول له نفذ. هسا أنا وين؟ بالسي. فهنا لما ضغطت على هذا هنا انطاني البارتيشنات الموجودة بالحاسب، بس انتبهوا طلاب هسا أنا حسوي فت خطأ. أنا متعمد أسوي أخطاء حتى تتعلم. أنا هنا بالحاسبة مالتي أصلا ماكو دي، يعني إذا هسا ضغطت على الدي راسا ايش قال لي؟ قال لي على كيفك ران تايم ايرور، يعني إنه هذا الديفايس أن افيلبل ما موجود هكذا هنا بارتيشن. أقول له أوكي نعيد. فإذا لازم تنتبه على البارتيشنات الموجودة وتسمياتها. فلهذا أنا بالنسبة لي موجود عندي بارتيشن اسمه الإي، ضغطت عليه ظهرت لجميع الفايلات الموجودة في هذا البارتيشن. حقول له أوكي أنا أريد ماهر، ظهرت لي هنا الصور الموجودة. شو عرفت الصور؟ من خلال الامتداد مالتها. فاختاريت مثلا هسه هاي الصورة بين، بس لحظة ما تقبل هاي الصورة، ثواني طلاب متقبلها كبارتيشن. اوكي راح نختار صورتي لان اوكي، فمثلا سوف بالتالي فاختار هاي الصوره لان هاي ما اعرف حقيقه ليش متقبلها، يجوز الامتداد الموجوده به بعيد عن الامتداد المخزون في برنامج الفيجوال بيسك. طلاب طبعا محاضرات الفيجوال بيسك يجب أن تقرأ محاضرة مع الأخرى، يجب أن لا تهمل. إهمالها سوف يجعلك لا تفهم أين أتكلم وماذا أتكلم. طبعا طلاب أيضا هي بالعربي بس الأسئلة باللغة الإنجليزية، هذا في الشيء خلصاني من عنده وكلكم تعرفون هذا الشيء. أتمنى لكم الصحة العافية، أتمنى لكم أيام سعيدة إن شاء الله، رمضان مبارك والصحة والعافية لعوائلكم، والسلام عليكم.